يا ابو ناصر راح الناموس الاول وراح الشوط الاول مع الدعيه 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 مع ناموس الشوط الاول. الله يسعد صباحك ويسعد ايامك يا الدعيه علي بن سالم بن علي بن سالم الدعيه مع الناموس الاول الصباحي بدون اي تعليمات وبدون اي اوامر بكل اريحيه. هذه لحظه وصولها الى خط النهايه مذيار. سلام سلامنا وتحياتنا لمالك مذيار علي بن سالم بن سنيد الدعيه على فوزها. نهنيه ونبارك له على هذا الناموس المستحق ويستاهل يستاهل يستاهل. ابو سالم الف مبروك تهانينا والناموس المركز الثاني يصل. راعي مديار يبحر الى الصداره يبحر الى المركز الاول بهذا الشعار العملاق شعار الشوط الرئيسي يعود من جديد لينقض على اول الاشواط الرئيسيه. لكن يا سلام الصداوي 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 ركان بن علي بن مسعود بن علي المجدور ينطلق مع الصداوي. غير الصداوي من وين جيتنا يا الصداوي يا سلام. الله 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 احد اعنف الاسماء اقوى الاسماء الصداوي برصيد حافل بالانجازات. ثلاث سيارات في رصيد هذا العملاق يعود مع افتتاح هذا الموسم مع افتتاح هذا الموسم وبدايه موفقه بدايه موفقه يا راعي الصداوي. ركان بن علي بن مسعود بن علي المجدور ينقض على هذا المركز الاول. في هذه اللحظات من الواصلة كفاح كفاح عبد الهادي بن محمد بن فرج بن هادي الغفران. يا سلام الله يا نهب 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 تنبيه كفاح. الله 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 اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة تنبيه كفاح كفاح تنبيه تنبيه تنبيه. انطلقت انطلقت تنبيه نحو الفوز والانتصار صار متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المري. مشكور مشكور يا ابو عبد الله على هذا العرض المميز والجميل مشكور. تهانينا والناموس يا مالك تنبيه على هذا الفوز والانتصار. انطلق مسموح مع هذا الانطلاق المميز والجميل ولكن الواصل القادم وصل في هذه اللحظات فعال متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المرة. يا سلام فعال مسموح مسموح على الصدارة ولكن فعال 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 يغير الأمور ينطلق مع المركز الأول متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان المرة. يا سلام آخر اسم عندنا في الكشف وينتزع المركز الأول والصدارة. يا سلام فعال فعال بطل هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الانطلاق المتميز القادمة الحذرة الحذرة هي القادمة الحذرة وحذاري حذاري من الحذرة. تنطلق بشعار عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي. حفلة ولا الحذرة حذرة ولا الحفلة حفلة حفلة حفلة, حفلة مع المقدمة حفلة حفلة مع الصدارة الحذرة ولا حفلة. الأمتار الأخيرة يوه يا صراع الكبار. حفلة 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 مع المقدمة. تهانينا تهانينا والناموس لمن قدم لنا حفلة قامت راس وانهت الشوط راس. تهانينا سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة المركز الثاني من قدمة أداي. آه
القمرة مع المركز الأول، حضور من قبل كرار لسعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة يقدم من انطلاقة كرار، ولكن مصيحان من الجانب الأيمن. كرار يحاول بهذه الانطلاقة المتميزة مرعب على المركز الثالث، ولكن كرار سعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة يقدم للانطلاقة كرار، ويحضر في صباح هذا اليوم مع هذه السلالة العريقة والمعروفة في ميادين السباقات. سلام لسعد بن عجيان بن حمد بن صالح العبدة على هذا الفوز. أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ضرباني رجل الوطن ما دخر غنى منع منع أن العمر فاني يا ما كتابنا ولحنا فالدار عاد بطل الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني.